محافظة منكوبة بالفعل ومركز لانتشار الأوبئة والأمراض، هكذا تبدو البصرة جراء تلوث المياه الذي وصل إلى درجات تجاوزت المعقول حتى في أحلك الظروف الخدمية التي تمر بها دولة في العالم الثالث. الأنهار والأهوار وساحل الخليج تحولت إلى مستنقعات مليئة بالنفايات والمخلفات البشرية والحيوانية. حذرنا مرارا وتكرارا من حدوث كارثة بيئية وصحية في محافظة البصرة من جراء المياه الملوثة، لأن أصبحت مياه البصرة ملوحتها 100%، وحتى فيها بعض الجرثومات وجدت. ليس الأمر مقتصرا على الثروة الحيوانية وما يلزم السكان من مأكل ومشرب، السكان أنفسهم صاروا في وجه عاصفة وباء جماعي ألقت بظلالها السوداء حتى الآن على أكثر من 5000 مواطن أصيبوا بحالات تسمم عجزت المشافي المتردية عن إنقاذهم واحتواء التسمم المتزايد. تلوث المياه وصل إلى درجة تهدد حياة الحيوان، ثم وصلت إلى تهدد حياة المواطن، يعني تسمم أكثر من 5000 مواطن كأقل تقدير في محافظة البصرة. وفي أول أيام عيد الأضحى بدأ الاكتظاظ المتنزهات، اليوم اكتظ طوارئ المستشفيات بالمرضى. يقابل صمت حكومي، يعني أبسط ما نقول عنه هو فشل. هذا الصمت هو تعبير عن الفشل الحكومي. تعاظمت الكارثة وتجاوزت حدود الخطر دون أن يدق ناقوسه من قبل الحكومة، وعلى العكس تماما تكاد تخلو مياه الإسالة تماما من الكلور المعقم في ظل بلوغ نسبة التلوث الكيميائي إلى 100%، والتلوث الجرثومي 50% بحسب شعبة الرقابة الصحية في البصرة. أنا واحد من المواطنين أعلنت بيتي للبيع البارحة على الفيسبوك علني، ولحد الآن أعلن بيتي للبيع لأن ما أريد أبقى بهاي المدينة اللي صار لي سنين أنادي بالماء، يعني من 2009 أو 2010 لحد اليوم أنا أوقف هنا باب المحافظة أريد ماي، أريد ماي صالح للبشر مثل باقي دول العالم. وعندما تنعدم سبل الحياة وتسقط المطالبة بأبسط حقوقها على جدران الفساد المغلقة، تصبح مصطلحات الهجرة وترك الديار عنوان حكاية الألم العراقية. شوف